عليها انا بالاخص لانه ربما شي حوايج الكونسيبت ديال البرنامج كان كيفرض عليها اشياء وخيرنا من سبق للتسامح، فالتسامح بيننا احنا كنبقاو خوت وفي بلاد واحده، والله يسامح الله يسامح الجميع. يلا يا ربي امين. وشان نقول لك واحد الحاجه، انا هاد السيده قبل كاع من البرنامج انا ديما عزيزه عليا، عرفتيش علاش؟ واحد المره مازال عاقله كانت كتسوق الطوموبيل وعيطت ليها وانا كاينه في لابخي سيكريت، وقلت لها عافاك شي ماسك اللوجي الا بقيتي عاقله، عطيتولك وكتعطي ليا وهذا. وديما الوالده ديالي راه كعزيزه، رمضان ترقبوا وصفاتي، رمضان اي اكزاكتو ترقبوا الوصفات ديالها والله العلي القادر، وديما تنشوفها. شوف اش نقول لك، الواحد الا كانت عنده علاقه شي مشكل في ديك اللحظه صافي ينسى، حيت راه حنا غير زايدين. انا ما عمري حقدت عليها وعزيزه ديما تتبقى، وديما كيبغيو يسولوني عليها ما كنبغيش لا باركت لي في الزواج، باركت لي في الزواج ديالها، صيفط لها ميساج. ولكن انا بعد ما جاوبت بقيت ماشي حاجه ماشي ندم هذاك ثلاث كيب العام والله ما شفتها وحق الله، واش ما وصلش ما وصلش لا ومن غير هادشي، لا لا ماشي قضيه سناد، هذاك غير كونسيبت ديال البرنامج ماشي شخصيه ديال البشرى. باردون عندك هذا راه هاك سمعت قلت يعني بين الناس تلقاو فيك عايشه الشنا. عايشه الشنا لانه هذا كان هذا كونسيبت برنامج، سيتادير اني خصني نكون شريره كندير واحد البيروك الشعر، وبعدا وفينا هي بعدا كتقولي ما عندهاش الودن، وفينا هو الودنين اللي خدامه تقولي ما عنديش الودنين وانا علي الشيطان شديه هو صاحبتي. شوف هذه الاخرى صافي انا بحليب حليب وليداتها والله يسعدها في الزواج. انا ان شاء الله نشوفك عروسه ونفرحوا بك. عاوتاني الناس اللي كيدخلوا ليها في حياتها الخاصه سيغتو مثلا مع الزوج ديالها يكون كيف ما بغى يكون، المهم انها بغات تكمل حياتها في الحلال، هذا هو اهم حاجه. كيف ما هو المبدا ديالي انا في الحياه كنقول انا غنكمل حياتي مع الزوج. الا بقيت كنتناقش وكنعطي للناس لا غنعطي للناس تفاصيل حياتي وشنو كيدير هذا الراجل وشنو ما كيديرش وشنو، انا فرحانه وعاجبني الحال وحاجه اللي هي راضيه بها وكنعرف انها حاجه كبيره، يعني حاجه اللي انا فرحانه بها. الكبر بالناس وليس بالمناصب وبهذا.